الاخوان ديال المداخله في كاس الحدابه هذا الشيء ما كيفرحنيش. فيما يخص جدول الاعمال هذه الدوره كان واحد النقاط بتقنيه سي الرئيس، لا داعي باش تجيبوه منا. هاد النقاط كامل سي الرئيس ما كاينش فيهمش الغريب ديال الساكنه ديال المدينه ديال وجده. شكرا. لا خليك من الله يخليك. هذا هو سي الرئيس الله يخليك. هذا دخل سي الرئيس، حنا عندنا الشرعيه ديال الساكنه الوجديه، حنا اللي نوصلوا الهموم ونوصلوا المشاكل بالنسبه لسي الرئيس. فيما يخص النقطه تاع برنامج عمل الجماعه السيد الرئيس ما احترمتوش القانون فيها. برنامج عمل الجماعه كيكون في السنه الاولى منذ توليكم على رئاسه هذا المجلس السيد الرئيس، كان عليكم ديروا واحد النقطه ولا تمرجوا واحد دوره استثنائيه وديروها في السنه الاولى. نورمالمون خاص يكون لوي 2022 تكون العماله صارت مختلفه. دابا السيد الرئيس راه طبيعي عام وسواليس كون بخير السيد الرئيس، وانا ملي كندير المداخلات ديالي انا ما كنتايت حتى شي واحد وما كنديروش مسايقه السيد الرئيس. الله يكون بخير الهم ديال الساكنه راه في وسط ديالكم. الواقع اللي حنا كنعيشوه راه مر، الناس في الفيسبوك والواتساب راه مهبلينا، راه الوجده كلها احفاري، الجماليه ديالها مشات، الحدائق مشات، الاماره حدث ولا حرج، والاماره ماشي مشكل، حنا بغينا نفتح القوسين، بس الساكنه المجديه خاصها تعرف، الاماره ماشي مشكل، انت داك نطاق ولا دير تكنيسيان ولا دير مهندس، الاماره العيب فينا حنا، الاماره كلمنا 6 تكنيسيان، كل تكنيسيان قال ثلاثه ديال المقاطعات. قلنا لكم ديروا دي فورماسيون للتكنيسيان، دابا المطفين ما عندهمش تما، جوج خدمة وطريق، جوج كونجي، واحد مريض، واحد كانوا السي الرئيس بالكاميرا، الله يجزيكم بخير السي الرئيس، ونحن كما قلت السيد الوزير الله يجزيكم بخير في الليقاء، اللي أنا شاكر لك، لأن قلت لنا وعطينا درنا تدخلات بينا مع السيد الوزير، السي معالي الوزير ديال التجهيز والماء، اللي حس بالهموم ديال الساكنة اللي وصلنا عند السيد الرئيس ورغبنا وقلنا الله يرحم باك الله يرحم باك الله يرحم باك ووصل وصل هاد الهموم ديال الساكنة الوجدية. إلا شي واحد ما كيوصلها غادي تثقوا فيك أنت السيد الرئيس. وأنا احترمت السيد الوزير السي نزار بجلاب قال لك بأمانة بأمانة غادي نوصل للسيدات والسادة أعضاء الحكومة كل باسمه وبصفته المشاكل ديال وجده، وقال لك انا يديا مفتوحه، الوزاره راه مفتوحه السي الرئيس، ولكن ما تجينيش غير هادي، الله يجزيك بخير، واكد واكد، وقال لك انا وجدنا الملفات، وجدنا الدراسات الله يجزيك السي الرئيس، قال لك وجدنا الملفات، وجدنا الدراسه، هذا دليل على انها دوله عندها الفلوس وباغي تعاون، ولاني السي الرئيس خاصنا حنا نكونوا رجال نديروا يد في يد، ولهذا اطلب منك وانا قلت لك السيد الوزير واكد لك انا اللي كندخل دابا السيد الوزير اللي قلت له على انها فرصه ذهبيه راه عندكم. علاش؟ تبدل ديال الاحزاب. انا السيد الرئيس اللي كنهضر معاك ما كنهضرش معاك غير السيد الوزير الحاج كنهضر معاك بالصفه ديالك، كنهضر معاك الجهاز السياسي ديالك، الجهاز السياسي تبدل ديال الاحزاب ما كليتي لك حزب الجمهور الوطني الاحرار، حزب الاسرار، حزب الاستقلال، انا اخاطبكم كامل السي الرئيس، انتما كراك رئيس وعندكم اخوان ديال المكتب، الله يجزيكم بخير السي الرئيس، نوضوا هاد الاحلام، نوضوا هاد الاحلام، ونقولوا لا للشيطان، ونغسلوا وجوهاتنا، ونقولوا نتصوروا واحد الساكنه الله يجزيكم بخير السي الرئيس، وشكرا.